هي مشاهد توحي بأن موانئ الصيد بولاية الجزائر تعيش وضعية أقل ما يقال عنها كارثية. هنا يشتكي الصيادون بيروقراطية الإدارة وانعدام الأمن أيضا. ديك اللي في استيار هذا حاشاك وحاشا قدرك، لا انا كرانا في مارساي كرام كاع كفلونا، البرجي ممنوع يروح لهم استغلي. سمعتي اختي العزيزه، لهنا كرهونا البلاد ما نكذبش عليك. قلت لك نورمالمون يتنقى، ايه ولازم يسقمونا البور يتحفوه، باسكو ما كاش معنا نعانو. كي تشوفيها هكذا انت تقولي نورمال، ماشي نورمال، حنا بحريه نعانو بزاف. البحري مضرور، ذاك يقول لك هو يبيع في الحوت برا ولا، حنا نجيبوا الحوت نحطوه للتجار هما اللي يديروا السومه وما كلش. 30% من الصيادين يلجؤون الى استعمال ماده الديناميت للربح السريع. 60000 البرودوي الشيميكي قيسوهم هنا في الكوف تاعنا، واش محوت اللي نجيبوا احنا؟ ما كاش كيفاش. راهي باينه. وزيدي. ما نحكي لكش، ما تقدريش تدخلي ديجا كاع لهنا، لو كان تروح السيكتور اللي مليك ونباته بحريه وكذا، ما اختي ما قدرش نقول لك انا ما قدرش. وزير القطاع اكد حرص مصالحه على القضاء نهائيا على معاناه الصيادين واتخاذ الاجراءات اللازمه لردع مستعملي ماده الديناميت. احنا ماش خايفين غير من الظاهره هذه، ولكن كل الظواهر اللي مرتبطه باستغلال تقنيات اللي ممنوعه ولا استغلال اشياء اللي ممنوعه ودخلها للميناء ولا تخرجها من الميناء. المعلومات اللي توصلنا ان الظاهره هذه راهي تتقلص. الثروه السمكيه قطاع اخر يبحث عن من يوليه الاهتمام، خاصه وانه ظل لسنوات طويله مهملا على الرغم من المداخيل التي قد يدرها.